رابطة الصحراء الديمقراطية. مستقبل قضية الصحراء المغربية كان محور ندوة نظمت مساء أمس الاثنين ضمن فعالية الملتقى الوطني الرابع عشر للشبيبة العدالة والتنمية بالدار البيضاء. المتدخلون في هذه الندوة أكدوا على مسؤولية شباب المغرب في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بمعرفة علمية بعيدا عن البروباغندا والتعاطي الموسمي مع القضية. اليوم هنالك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الشباب، خاصة شبيبات الأحزاب السياسية المغربية، من أجل ترافع علمي فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء. قضية الصحراء هي قضية كل مغاربة بدون استثناء، والجميع متسلحا بالعلم بالمعرفة بحقائق التاريخ بالمعطيات الملموسة أن يترافع عن قضيته. هذا يعني أن لا يكون اشتغالنا على القضية اشتغال شعاراتي أو موسمي، بل هي قضية دائمة. إذا كنا نقول هي قضية وجود، فهذا يعني أن نشتغل عليها ونترافع من أجلها داخليا وخارجيا بشكل دائم ومنتظم. هذه الندوة شكلت فرصة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف قضية الصحراء المغربية في ظل الأحداث الأخيرة، وكذا عملية التزييف التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، مبرزين أن مستقبل القضية لن يخرج عن شرعية المغرب على صحرائه. هذه الواقعية أنا نظن على أنها تتجسد في المقترح الذي تقدم به المملكة المغربية في الوقت الذي يراهن الطرف الآخر على الوهم، هو إنشاء دولة مستقلة غير قابلة للحياة، دولة فاشلة غير قابلة للحياة. المنتظم الدولي لا يمكنه المقامرة على إنشاء كيان وهمي غير قابل للحياة، ونحن نرى تطورات متصارعة على المستوى الدولي القاري والإقليمي. هذا وكشف المتدخلون في هذه الندوة عن الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، مشددين على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بانخراط كل الأحزاب وشبيباتها وفعاليات المجتمع المدني. Thank you.